أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة والعملات الرقمية أيضا. ارتفعت أسعار النفط بنسبة 0.20% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت 93.91 دولارا للبرميل الواحد. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تداولات اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجاري وسط توقعات بشح الإمدادات. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.38% عند 1940 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الجمعة مع تراجع الدولار بعد بيانات اقتصادية صينية عززت الآمال بشأن تعافي الصين. وعلى صعيد العملات الرقمية فقد صعدت عملة البيتكوين بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتغلق عند مستوى 26460 دولارا. وصعدت البيتكوين بنسبة طفيفة خلال تداولات الجمعة وسط مخاوف الأسواق من تراجع العملات البديلة إثر عمليات تقوم بها منصة FTX المنهارة لتسييل أصولها.